ونروح للجمهورية برضو اللي اتكلمت عن البطولة الأفريقية وقالت أن سمير عدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومعه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتماع مهم مع مسؤولين السفارة المصرية ونادي فيتا كلاب الكونغولي عشان يتفقوا على كل الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة النادي الأهلي وبملاعب التدريبات وبالانتقالات وبتأمين البعثة وغيرها من الأمور التنسيقية. سافر عبد الحفيظ وعدي للكونغو فجر اليوم عشان يطمئنوا على ترتيبات إقامة البعثة اللي هتسافر فجر غد استعدادا لمواجهة فيتا كلاب يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تكليف طارق أنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق، واستقال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مارتين لاسارتي على خوض 3 تدريبات في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلاب، ومن المقرر أن تصل بعثة النادي الأهلي للكونغو ظهر غد. وفضل لاسارتي وجهازه السفر للكونغو قبل المباراة بعدة أيام عشان يقدر اللعيبة ان هم يتأقلموا على الأجواء هناك، خصوصا طبعا ان المباراة دي بتحظى باهتمام كبير جدا عند الجهاز الفني، خصوصا طبعا ان الفوز فيها بيقرب الأهلي كتير من الصعود للدور التالي.